اول حاجه بس ايه اخبار الميد تيرم؟ كان طويل، كان طويل عن كان. طب صعب، كان صعب، كان عايز قد ايه مثلا؟ ماشي، هو مفكروني بس في الاخر كده اقول لكم على شويه حاجات في الميد تيرم عشان لازم تاخدوا بالكم الحاجات دي. يعني هو السكشن النهارده هيكون طويل شويه عشان الاسئله، مش عشان الحاجات دي. الحاجات دي انتوا المفروض تختاروا مع دكتور محمد، فانا هقولها بسرعه وبعد كده نحل اسئله عشان ده الاهم. المفروض النويز عامه كان بيتاخد في الاخر، بس دكتور محمد هيجيبه جابه في الاول وهنطبقه بقى على كل الديفرنشال امبليفايرز طول ما احنا ماشيين. يعني فهو النويز مين اللي بنتكلم على تو اليمنتس في الاي سي عامه؟ هو الريزيستور والترانزستور. الريزيستور بتدينا ثيرمال نويز اللي هو ال 4 كي تي ار، اكيد كلكم سمعتوا على ده. ده بيبقى فولتج علشان نحوله للكرنت بيتقسم، او لو فاكرين نقله ثيفنين ونورتون، فالمفروض بيتقسم، ده بيتقسم على ار، بس علشان احنا هنا بنتكلم على سكويرنج فهيتقسم على ار سكويرد، فهيبقى 4 كي تي اوفر ار. ماشي، ال 4 ده كونستانت، الكي بولت زمان برضه كونستانت، والتي ده التمبريتشر حسب بقى انت شغال على ايه. فزي ما انتم شايفين طبعا لو التمبريتشر انت شغال على حاجه مثلا نيجاتيف 40، لو انت مثلا مشغل اي سي هاي في نيجاتيف 40 مشغلها في 27 وفي مثلا 125، فانت لما تيجي تقارن بين الحاجات دي بس بفرق التمبريتشر هتلاقي النويز بتاعت 125 اسوأ حاجه. ماشي، علشان نرسم ده اكروس فريكونسي فيترسم 4 كي تي ار، هيبقى كونستنت مع الفريكونسي. ماشي، وده الثيرمال نويز برضو بيتسمى وايت نويز، وهسالكم ليه في الاخر بيتسمى وايت نويز. بالنسبه للترانزستور ففي نوعين من النويز. اول حاجه الثيرمال، وده غالبا بيبقى مع التشانل، وبرضو الثيرمال زي ما قلت لكم اسمه وايت، بيبقى لو انت تتكلم على كارنت هيبقى 4 كي تي جاما جي ام، او لو هتنقله كفولتج فكانك عشان فاكرين نقله الفي جي اس هنا كانت بتنزل ايه؟ كانت جي ام في جي اس، فعلشان نرجع تاني للكرنت بنقسم على جي ام سكويرد، فهتبقى 4 كي تي جاما على جي ام. ده كانك جبت الفولتج. بالنسبه بقى للفليكر فهو بتبقى الايكويشن بتاعته بالمنظر ده. فاكرين واحنا في الكرنت ميرور قلت لكم احنا بنزود ال برضه علشان نقلل الفليكر نويز، صح؟ او زي ما انتم شايفين لما بتزود ال الفليكر نويز بتقل، او الاريا عامه. يعني المهم انت هنا ده فولتج فكانك عامله ريفيرد الانبوت علشان تخليه كرنت فهتضرب في الجي ام سكويرد. ماشي، لو جينا بصينا او لو جينا رسمنا الشكل ده فهتبقى هيبقى حاجه انفرس مع الاف، هيبقى حاجه بالمنظر ده، لكن لو بالدي بي فهتبقى حاجه نازله بالمنظر ده. علشان نعمل في الاخر الترانزستور بيبقى عباره عن التو نويز دول، فيبقى عندنا اول حاجه الفليكر اهو، وادي الثيرمال، فيبقى السميشن في الاخر ما بينهم حاجه بالمنظر ده. ماشي، النقطه اللي بيتقطعوا عليها دي اسمها الفليكر كورنر. بالنسبه للدوائر بتاعت الانالوج بتبقى معظمها مينلي دوميننت بالفليكر، طبعا في حاجات بتبقى دوميننت بالثيرمال، بس طبعا حاجات الار اف حاجات الفريكونس العاليه فبنبقى هنا فشغالين على طول ثيرمال، يعني ما بنهتمش خالص بالفليكر. حتى في الار اف احنا بنشتغل باقل ال علشان احنا عايزين سرعه، فهتلاقي نفسك وقعت هنا في الفريكونسز العاليه. يعني المهم اسالكم بقى سؤال، ليه قبل ما اقولها، بس الفليكر برضو بيسموها كلر نويز، ليه دي ليه الثيرمال اسمها وايت وليه الفليكر اسمها كلرد؟ طب ليه سموها وايت يعني؟ بالظبط زي اللايت كده، الوايت لايت بيبقى غالبا فيه كل الالوان، فعشان كده سموا دي برضو وايت نويز عشان مع الفريكونسي كونستانت فيها كل الفريكونسيز. انما الكلر نويز فليكر زي ما انتم شايفين هي في فريك بتتغير مع الفريكونسي، تمام؟ فعشان كده بس دي التسميه مش اكتر. المهم تعالوا بقى نحل الشيت، كل الاسئله من رازفي، يعني لو حد حب يحل اكتر ممكن يرجع لرازفي. ده السؤال ده كنا عايزين الانبوت ريفيرد نويز للشكل ده للانفرتر. تعالوا كده الاول نجيب دايما في الاسئله دي ان هو احنا عايزين دايما الانبوت ريفيرد، كل اللي انا اعمله هجيب الاوتبوت بعد كده اقسم على الجين. ماشي، اول حاجه احنا عايزينها الجين. الجين هنا يساوي كام؟ بالظبط ده يبقى الجين. ماشي، عايزين بقى نجيب النويز بتاعت M1 والنويز بتاعت M2.
بالظبط. حاجه بس تانية، النويز دي كورليتد ولا انكورليتد؟ انكورليتد، فبنجمعهم سكويرنج ماشي. فالنويز بتاعت ام 1 هتبقى ايه بقى؟ على جي ام ولا في جي ام؟ ماشي ماشي ماشي. بالظبط، او كانك عملتها زي، او كانك خدتها بالظبط، خدتها كرنت سورس وضربتها في الار اوت اللي من هنا. الار اوت بكام؟ اللي هي ار نود 1 بارل مع ار نود 2. ماشي. بعد كده الثانية ماشي بالظبط. ماشي. طب بالنسبة للفليكر، بالظبط هيبقى نفس الفكرة، هيبقى الترم ده بس مرة جي ام 1 سكويرد، وبعد والترم ده برضه جي ام 2 سكويرد. ليه خدنا ايه؟ قصدك هنا؟ ماشي. هنا انا حولت الشكل بتاع الكرنت اللي هو 4 كي تي جاما جي ام، بعد كده ضربته في الاوتبوت ريزيستنس، او لو هتحولها من الفولتج فهتبقى 4 كي تي جاما على جي ام، بعد كده ضربها في الجين بتاع الستيج دي اللي هو جي ام 1 ار نوت بارم ار نوت 2، بس هيبقى الجين سكويرد، فهتلاقي جي ام سكويرد الايه؟ اه بالظبط. ماشي. فعلشان نجيب الانبوت بقى هنعمل ايه؟ هنقسم على الاي في سكويرد بقى. ماشي تمام كده. حد عنده مشاكل؟ اه تمام ماشي. حد عنده مشاكل؟ هو على حسب السؤال، بس هنا كانت سهله قوي ان انت عندك اي هنا، انت كانك عندك هنا دي النويز وهنا برضو دي النويز ماشي. ما في الاخر الاثنين كانهم هيتضربوا في الار اوت اللي انت شايفها من هنا. ممكن تبص لها كده، وممكن تبص لها ان انت بتجيب الجين من الانبوت للاوتبوت فاهم، علشان النويز بس بنفترض انها كانها سمول سيجنال حوالين الدي سي او اوبريتنج بوينت او كده، فبتقدر تستعملها معامله سمول سيجنال عادي خالص. ممكن تجيبها ايه؟ ممكن اه. ما بالظبط، هو انت لا، هو مش شرط تجيب الاوتبوت وبعد كده تقسم على الجين يعني. انا بس بجيب كده علشان منها حاجتين، اولا نفتكر حاجات الار اوت وكده، عشان في اسئله هتبقى صعبه جدا تعملها ريفيرنج للانبوت على طول. الايه؟ اه يعني دي النويز بتاعت ام 1 ريفيرد الاوتبوت. لا لا، هو مش يعني هنجيب كل واحد عند الجيت. على الجيت، ما هو في الاخر هيبقى ده الترم ده. ماشي. لو مش هتجيب في اوتبوت فده هتبقى 4 كي تي جمع على جي ام 1. اه بس خد بالك من حاجه، ان انت لو عملت لها ريفيرد للانبوت خد بالك ان انت الجين عندك جي ام 1 زي جي ام 2. ماشي. اه انا بس عشان اختصر الكلام، بس كلامك مظبوط يعني. ماشي. وده طبعا ما كانش سؤال صعب يعني. تعالوا كده نشوف ده يبقى فيه فكره يعتبر. ماشي. عايزين برضو نجيب الاوتبوت بعد كده. هو اولا هو بيقول لنا افترض ان اللامدا والجاما بزيرو، قالوا فين عايزين نجيب الاوتبوت، بعد كده نقسمها على الجين نجيب الانبوت. عايزين اول حاجه نجيب الجين. الجين هيساوي كام؟ ماشي تمام كده جبنا الجين. بعد كده
الانبوت نويز. ماشي تعالوا نجيب الاول الترانزستور. الترانزستور هيبقى كام؟ انا دلوقتي مهتم بالسيرما مش مهتم بالفليكر. بالظبط في الجين. ماشي بعد كده ماشي عايزين نجيب الار دي الاول عشان دي اسهل. هتبقى كام؟ بالظبط. فالكرنت اللي ماشي فيها اللي هو هيبقى 4 كي تي على ار دي بالظبط مضروب في الار سكوير. بس خد بالك لو انت واخد الار نود ساعتها الموضوع يبقى مختلف. المهم هي تتضرب الكرنت في الاوتبوت ريزيستنس اللي هي الار دي فتبقى 4 كي تي. ماشي بعد كده بالنسبه للار اس بقى عشان دي اصعب واحده فيهم يعتبر. ماشي ممكن نفترض ان هو كده بالظبط. ماشي طب تعالى نكتبها. اول حاجه هنكتب ايه؟ على ار اس. ماشي ماشي الريزستنس اللي احنا شايفينها من هنا كام؟ ماشي انت عايز انت مهتم بالكرنت اللي هيمشي هنا ولا بالكرنت اللي هيمشي هنا؟ اللي هيمشي فوق صح؟ فكانك عندك ريزستيف ديفايدر للكرنت بتعمل للكرنت يعني. فانت المفروض هتاخد الريزستنس اللي هي مش انتوا عارفين الكرنت بيبقى العكس بتاخد الريزستنس اللي هي في الباس اللي انت مش عايزه على التوتال فيبقى ار اس. ماشي بس كده كده ده الكرنت اللي المفروض هيمشي هنا. تمام حد عنده سؤال؟ ماشي اخر جزئيه الكرنت ده بكام؟ 4 كي تي على ار اس. ماشي الكرنت ده المفروض هيبقى شايف تو باثز هيبقى شايف ده وهيبقى شايف ده فهيتوزع ما بينهم ازاي؟ ماشي ديفايدر. فهنا انت عندك هنا ار اس انت مهتم بالكرنت ده ولا مهتم بالكرنت ده؟ فين اللي هيطلع لك في الاوتبوت؟ اللي هو الكرنت ده. حلو فده هيبقى ار اس على ار اس زائد 1 1 اوفر جي ام اول سكويرد. ماشي بعد كده خلاص الكرنت وصل لهنا هيتضرب في الار اوت اللي هي الار دي سكويرد. تمام كده؟ تمام ولا ماشي علشان نحسب الانبوت بقى هنقسم على الجين سكويرد. فمش لازم اكتبها بس هتلاقوا كل ده الترم مثلا ده هينزل ده هيتقسم على الجين كله ده هتلاقوا فيه حاجات بتطير مع بعض بس دي مش مشكله بقى. الاسهل يعني تعالى كده نعتبرها تعالى نعتبرها كومن جيت. هتتحسب ازاي؟ ماشي 4 كي تي ار اس هيبقى من هنا قصدك سيريز مع الار اس من هنا فيبقى ايه بقى؟ بالظبط في الاخر هتلاقي وصل للاخر يعني هتلاقي في الاخر انه وصل نفس الشكل ده بالظبط. هو الاسهل يعني ممكن نحل بيه. انا مش لازم اكتب بقى الاكسبريشن بتاع الانبوت خلاص انا هجيب الاوتبوت واجيب الجين وانتوا عارفين اللي هو هيتقسم على الجين سكويرد. ماشي الجين من هنا كام؟ بالظبط اللي هو في الاخر جي ام ار اس على 1 بلس جي ام ار اس. ماشي الار اوت طبعا ار اس في 1 بارل مع 1 اوفر جي ام. ماشي عايزين نحسب الترانزستور. هيفرق؟ انت عايز تحسبها ازاي؟
ماشي هاتها هاتها كانبوت ونشوف. ماشي بالظبط، فهي مش هتفرق، فهي تبقى 4KT. ماشي ماشي. واللي بعديها والار اس هي هتبقى نفس دي، بس هتبقى مختلفه شويه، لان الراوت هتبقى مش هي يعني. ماشي تعالوا نحسبها مع بعض، هتطلع كام؟ ماشي صح كده. خد بالك الفي اوت من هنا مش هنا، مش من هنا. لفوق قصدك المقارنه يعني. ما بص انت يعتبر قاسمها هنا، يعتبر قاسمها 1 بلس جي ام ار اس، فهي نظريا لحد ما هي مقسومه على حاجه كبيره، بس هي بتاثر. بتاثر، بس هو طبعا انت لو واخد بالك الار اس والار دي اكيد قائمه مش هتبقى كبيره يعني. انت لو خليتهم كبيره ممكن الدايره دي ما تشتغلش. ماشي حد عنده سؤال؟ ما دي انا حللها كرنت يعني، انا فرض ان الكرنت كده يا اما مضروب في الار اوت دي. لا الار اوت هي الار اس بارل مع 1 اوفر جي ام اللي هي دي. ماشي تعالوا نحسب هنا الار اوت. حد يقدر يقول لي الار اوت هتطلع بكام على طول؟ احنا خدناها وار نود هنا بانفينيتي، مش مهتم بيها، احنا يعتبر خدناها قبل كده يعني. هو الار اف دي بالنسبه لنا بدل ايه؟ بدل الار نود بالظبط. الار اوت هنا كانت بكام؟ ده بانفينيتي. طب خلينا نحسب الار اوت عشان نشوف الجي ام هتطلع بكام. ماشي ار اف ماشي المفروض زائد ار اس في الاخر، بس مش مشكله يعني. ماشي ده الار اوت حلو. بعد كده عايزين نحسب الجي ام. الجي ام هنا هتبقى بكام؟ هتبقى كده. احنا كنا عملنا كده واحنا فرضين الار نود مش موجوده صح؟ القيمه اللي انتوا قلتوها يعني تبقى ار اس. طب تعالوا نشوفها، تعالوا نحسبها كده بسرعة. علشان نحسب الجي ام كنا بنعمل ايه؟ ماشي بالظبط، الفي اوت هيبقى كأنه شورت سيركت، وكان بنحسب الاي اوت. ماشي الاي اوت هتبقى ازاي؟ الاي اوت هتساوي ايه؟ والفي ان موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة عادي. ماشي الاي اوت هتساوي ايه؟ ماشي ممكن نسمي مثلا نود دي في اس، فساعتها الكرنت اللي هيمشي في الار اف هيبقى بكام؟ بالظبط نيجاتيف في اس
على الار اف زائد زائد الجي ام لا طالما انا واخد كده ومظبوط ماشي. بعد كده ما خد بالك الاي اوت هو اللي هيمشي كده بالظبط. فالاي اوت النيجاتيف اي اوت في الار اس بالظبط. فهتبقى الاي اوت احنا هنشيل عشان بس تكون معايا في الصوره، احنا هنشيل كل نيجاتيف في اس احسن ونحط ده على اي اوت في ار اس. لا انا واخد نيجاتيف في اس دي قصدك؟ اه ماشي عشان الاتجاه بتاع الكرنت كده ماشي مظبوط. ماشي مش فاهم ايه؟ انا بس عشان فرض الاي اوت اتجاهها كده. طب ماشي ثانية واحدة. ماشي مظبوط. ماشي هتبقى حاجة بالمنظر ده. في الآخر احنا عايزين ايه؟ ففي الاخر ال VN او ال GM بقى عامة في GM المفروض هتلاقيها هنا. اه دي مفروض GM. ماشي كده مظبوط تمام. فكده ال GM وال R out خلاص كده قدرنا نجيب الجين. حد عنده مشاكل؟ خدوا بالكم ده احنا كنا الجي ام اللي انتوا قلتوها ما كناش بنحسب ساعتها الار اف. لو حطيت ار اف بانفينيتي هتلاقي الترم ده راح لزيرو. فاحنا فعلا كنا بنجيبها نيجاتيف جي ام على 1 بلس جي ام ار اس. ماشي وبرضه هنا ما ينفعش تقول ان الار اف بارل مع الجي ام. ماشي علشان هنا اصلا الار اف مش موجوده. ماشي كده احنا جبنا الجي ام والار اوت. عايزين بقى نجيب كل المنت التاثير بتاعها على الفي اوت بكام. ماشي تعالوا نكتبها هنا. ماشي اول حاجه ده طبعا مش هيبقى فيه اي حاجه. فاحنا عندنا ترانزستور وار اف وار اس. الار اف بكام؟ او تعالوا نحسب الاسهل الاول. تعالوا نحسب الترانزستور الاول. الترانزستور هيبقى كام؟ ماشي كده الترانزستور مظبوط. لان الـ يعتبر النويز بتاعته هتبقى بدل الجي ام دي فهتتضرب على طول في الار اوت اللي احنا جبناها. ايه؟ ما الجين هيبقى الجي ام في الار اوت بقى مش مشكله. ماشي بعد كده عايزين نحسب الار اس. خلينا نحسب الار اس بما ان احنا شفنا شكلها هناك يعتبر هيبقى ازاي. الار اس هنا هتبقى كام؟ ماشي تبقى ار اس بارل مع ار اف. ماشي يعني هكتب ايه هنا؟ بالظبط. ماشي يعني هكتب هنا ايه؟ هتوزع ازاي هنا؟ ماشي بالظبط اللي هي هتبقى كام بقى؟
كده مظبوط ماشي. طبعا سكويرنج بعد كده كده خلاص احنا جبنا اللي يعتبر الكرنت اللي ماشي هنا ده اللي المفروض هيطلع لنا في الاوتبوت صح؟ يبقى تضرب على طول في الار اوت سكويرد. حد عنده مشاكل في الار اس؟ نفس الفكره انت ممكن تبص لها انها كده ده الفور كي تي ار اس انت عايز الكرنت اللي ماشي هنا فالكرنت ماشي هنا يساوي الار اس زائد على الار اس زائد الريزيستنس انت شايفها من هنا اللي هي تبقى اللي هي تبقى كده 1 اوفر جي ام بار مع الار اف ماشي. عايزين نشوف الكرنت بتاع الار اف او النويز عامه هتبقى كام بقى. طبعا انا هسهلها لكم لو رسمناها كده دي لو انت شايف من هنا بس هو المشكله ان الار اف داخله في الموضوع هي تبقى بص ما هي نفس الفكره انت لو افترضت ان ده هيبقى ده هاي امبيدنس المفروض نفس الكلام يحصل للار اف المفروض مش هتشوفها فنظريا مفيش كرنت هيمشي. لو تفتكر الشكل ده كان في الاخر هو كان 1 اوفر جي ام 1 زائد 1 زائد دي على بالظبط. ماشي خليني احسبها يعني خليني احسبها في البريك يعني خلاص يبقى خليني اتاكد بس من الترم ده ماشي. تعالوا نجيب الار اف هسهلها لكم وارسمها لكم بالمنظر ده. حد يقدر يقول لي ازاي يجيبها الاوتبوت بسهوله؟ بالظبط اسهل حاجه ان احنا نوديها على الانبوت. هتروح على الانبوت ازاي؟ بعد كده عشان تروح على الاوتبوت تضرب في الجين على طول بقى. حد عنده سؤال في الحته دي؟ حد عنده سؤال؟ ماشي عايزين نحسب بالجين الاوتبوت ماشي عايزين نحسب الجين بالظبط. هو كأنها ديجيتد كومن سورس بس عندك اللود بتاعك هو ال 1 اوفر جي ام ماشي. كده جبنا الجين عايزين نحسب كل ترانزستور عند الاوتبوت. ماشي بالنسبة للام 1
ماشي حلو. وبعد كده ضربه في الجين. هتقسم بقى لا على جي ام، لان هو اصلا فور كتير جامعة جي ام. ماشي. ده بالنسبه للاوتبوت نويز بتاع ام 1 وام 2 بالظبط. لان هو اصلا الانبوت هيبقى هنا، فهتبقى هي الفيلد الاوتبوت. ماشي. بعد كده بالنسبه للار اس هتبقى نفس الفكره بالظبط، هتبقى 4 كي تي اوفر ار اس مضروبه في ايه بقى هنا. بلس هنا ايه؟ ايه؟ بس عندك 1 اوفر جي ام. ماشي مظبوط مظبوط صح صح. فهتبقى 1 اوفر جي ام. خدوا بالكم طبعا كل الاكسبريشن دي هتتغير لو دخلنا الار نوت في الموضوع، موضوع المدينه هتبقى اصعب يعني. ممكن دي تبقى مساله كويز او حاجه، مش للدرجه لا. ماشي. بعد كده بالظبط الار اوت هنا بكام بقى؟ واحد على جي ام 2 بس بالظبط، عشان الار نوت هنا بانفينيتي. حد عنده سؤال؟ بتاعت ام 2 ماشي. هو دايت كونكتد، فانت لو بصيتها ان النويز سورس هنا كانه متوصل بالاوتبوت على طول. ماشي. عايزين نشوف الجين هنا بكام. جي ام ماشي يعني هنا الجي ام بكام؟ جي ام 1 ماشي. والار اوت تبقى ار دي. طب تعالوا كده لو بصينا هنا هيبقى كام؟ ار نود هنا بانفينيتي، بس في نفس الوقت الار اف هتعوضها حلو، فما هديها تبقى ار اف. بس لو جينا بصينا من هنا تبقى ار نود فانفينيتي خلاص، فكان ده جي ام 1 ار دي. الاوتبوت ماشي. الاوتبوت من هنا هي ماشي. تعال لو افترضنا ان الار نود موجوده هتبقى ار نود 2 بارل مع ار اف، بعد كده تتضرب في ايه بقى؟ ماشي. فهي عندك الار نود دي بانفينيتي يعني. تمام. هو ده احنا لو خدناها كابروكسيميشن، لو خدناها كاكزاكت فاكرين كانت بتطلع ايه؟ بس هو مش مشكله يعني، انا هكمل بالطريقه دي. بس لو خدناها كاكزاكت فاكرين الاوتبوت كانت بتطلع من هنا ايه؟
كانت بتطلع ار نود 2 ماشي. فده انفينيتي وده انفينيتي ده لا بس في الاخر هما عشان ان سيريز مع بعض ففي الاخر هتروح لانفينيتي ماشي. بس خدوا بالكم الترم ده يعني خلاص. فهي تبقى في الاخر جي ام 1 ار دي ماشي. عايزين نحسب ال تعالوا انا عايز اسهل حاجه علشان بعد كده. عايزين نحسب ام 1 وعايزين نحسب الار دي الاول. ام 1 وار دي ماشي. ام 1 هتبقى كام؟ ماشي. ودي هتبقى 4 كي تي جاما ماشي. والار دي هتبقى 4 كي تي ماشي. بالنسبه لام 2 انتوا خدتوا الكاسكود مع الدكتور محمد ولا لسه؟ ماشي. هو لما تاخدوه الدكتور هيقول لكم يعني بس خلونا نحسبها هنا. الكاسكود هنا يبقى بكام؟ بالظبط. فتعالى كده نحسبها. هيبقى ال VP يعني النويز بتاعته هتبقى حاجه كده. انا هنا برسم ال M2 ماشي. دي هتساوي ايه دي لما نرجعها للجيت؟ فكاننا قاسمها على ال GM2 squared ماشي. بعد كده بالظبط هتبقى بصفر. ليه بس ليه هتبقى بصفر بقى؟ عشان ار نود بالظبط. تعالوا هنا لو جينا نحسب الجين هنا هيبقى بكام؟ لو جينا نحسب الجين من هنا لهنا ماشي بالظبط. ده بانفينيتي فده في الاخر هيديك صفر ماشي. فكان النويز بتاع ده مش موجود. او حاجه ثانيه لو خدت بالك، لو افترضنا ان الار نود مش بانفينيتي بقيمه بس هتبقى قيمه كبيره، ففي الاخر النويز بتاعت الكاسكود شبه بتبقى مهمله بالنسبه للكون سورس ماشي. عايزين نشوف الار اف. لا هو مش موجود تحت، انت ممكن تاخده هنا ككرنت سورس حلو، بعد كده يتوزع ما بين هنا وهنا او هيتضرب معنا صح في الار اوت على طول. فالار اوت هي ار دي سكويرد. هو انا فاهم على الكارنت كبوت بقى مش عارف اوصلها خط مثلا فوق الريزستور. ما هو يعني هو هتبقى الاسهل في الريزستورز بصراحه ان انت تاخد كارنت سورس، هيبقى اسهل. حتى الار اس دي كمان تبقى اسهل ان انت تاخد كارنت سورس. مش فاهم دي؟ دي رجعت للجيت هنا. احنا عايزين نجيب الجيم من هنا لهنا، هتجيبه ازاي؟ انا هنا ناسي بس الار دي، بس مش مشكله. دي هيبقى جي ام 2 ار دي على 1 بلس جي ام ار نود 1. ار نود 1 بكام؟ بانفينيتي. فده هيبقى بزيرو في الاخر. تمام. انا عشان ارجعها هنا من كرنت لفولت على الانبوت. لا هو انا بس انا مش كاتبها يعني. المفروض لما افك الشكل ده كله يطلع زي ما انت بتقول 4 كي تي جاما على جي ام. تمام. بس هو المفروض لو جيت كتبت دي هتبقى 4 كي تي جاما جي ام. انا بس عشان مش فاكك ده مش مشكله ماشي. طب بالنسبه للكرنت بتاع الار اف من غير ما نحسبها هيطلع بكام؟ هيطلع برده بصفر. ليه؟ عشان هو اصلا بارلل مع الكرنت ده ماشي. فهيطلع برده هو كمان بصفر. حد عنده سؤال؟ بس هو كانه كرنت ماشي هنا، فممكن برضه تودي لي الجيت. بس هو شايف امبيدنس زياده عن الثاني. شايف يعني شايف ايه؟ جيم 2 من تحت السورس مش شايف، احنا مش شايف. هيبقى عنده ار دي وار اف وواحد على جيم 2 يبقى ماشي بقى. لا مش فاهم قصدك. هو كرنت سورس هيبقى بارل لده بالظبط. فهو هترجعه للجيت وبعد كده تجيب الجين، فهي يطلع نفس الفكره. انت تقصد هيشوف انهي امبيدنس يعني؟ هتوازي مع ار اف وار اف هتوصلها مع ار دي وهتعدي جيم 2 عادي.
طب وليه ما قلتش كده على ده؟ ما انا بسألك ليه؟ ما هي نفس الفكرة، القرف موجودة في الحالتين. ما هو المشكلة ان انت الاسهل ده بيوصل بين الدرين والسورس. حلو، فالدرين السورس هيبقى سهل جدا ان انت ترجع للجيت بعلاقة الجي ام، ان انت عارف ان الفي جي اس هتبقى علاقتها الجي ام سكويرد. ماشي، عايزين نحسب الجين. ماشي بالظبط، اول واحده هيبقى كام؟ تمام كده، حد عنده مشاكل في الجين؟ ماشي، عايزين نحسب الـ output noise. عايزين نحسبها الـ M1. أول حاجة الـ M1 هتبقى فيها مشاكل؟ ماشي، هتبقى 4KT جاما على الـ GM1. ماشي، زائد خلونا نحسب، نخلص الأول من الـ RS. الـ RS هتبقى بكام؟ خلونا نفكر كده مع بعض. ماشي بالظبط، طب تعالى بالظبط. عايزها فولتج. طب خلينا بس نكمل كرنت علشان نجربها قبل كده، وبعد كده قبل ما نروح للسؤال اللي بعديه نجربها فولتج. ماشي، دي هتبقى 4 كي تي على ار اس، بعد كده هتوزع بين ايه وايه؟ بالظبط، ار اس. ماشي، بعد كده هيتضرب في الجين ولا هيتضرب في الار دي؟ في الار اوت يعني. ماشي، الار اوت هنا بكام؟ ار دي، فهتبقى ار دي سكوير. حد عنده مشاكل؟ حد عنده مشاكل في الترم ده؟ ده هيتغير، واصلا الجين ذات نفسه هيتغير، وكل الحاجات دي هتتغير يعني. ماشي، عايزين نجيب الجيم بتاع الار دي عشان ده سهل برضو. الجيم بتاع ار دي، مش الجيم، قصدي النويز يعني، هو ماشي. واخر حاجه الام 2 هتبقى الجيم بتاع ماشي، بس ماشي النويز بتاعته هتبقى ايه؟ ماشي، او لو جيت حسبته بالنويز، قصدي بالكرنت،
اسهل بالفولت. طب ماشي، خلينا نكملها الكرنت واعيد الترمين دول كفولت. ايه احنا بنحسب تقريبا جين صح؟ انت مش بنحسب جين، هنحسب النويز في الاخر اللي هتطلع من ام 2 للاوت مع الكرنت هيتقل في ارض دخلت تقريبا طول الكرنت. حاسس مع جين يا عم يمشي كده هيلاقي تبوظ ارض ارض انفنتي والارض بس كان ما بين ايه بقى؟ ليه؟ ايه الكرنت اللي هنا؟ طب ماشي تعال نحسبه فولت كده. بص هو يعني اللي بيبقى اسهل ان ده اللي انا شايفه، يعني مش شرط يكون كلامي صح، ان انت الاراضي دي تاخد معاها الكرنت سورس. حلو، ان بالنسبه للترانزستورز الافضل يعني ان انت تخليها للجيت، بعد كده تشوف عشان تروح الاوتبوت هتمشي ازاي. ومش شرط، ودي نصيحه يعني ومحدش يعمل كده، اول ما تنقلها للجيت قوم ضربها في الجين. فاهم؟ زي ما انتم شايفين هنا الجين كان مختلف. لا فين الحته بتاعت الكاسكود؟ الجين هنا بعد ما نقلنا لده الجين كان مختلف عن اصلا الاي في اللي احنا جايبينه. فخدوا بالكم الحته دي. ماشي، تعالى هنا بقى نمشيها كرنت هتمشي ازاي. فولتج فولتج على جي ام 2. ماشي، الجين بقى يبقى كام؟ ماشي، هتبقى حاجة بالمنظر ده. لو ايه؟ الكرنت هنا كانت هتبقى ارخم. هتلاقي بتضطر توزع ما بين الار دي، وفي نفس الوقت الار اس هتلاقي تدخل معاك في الموضوع. فهو تبقى اسهل في الترانزستورز عشان بس يكون متفين. الترانزستورز لو حاجات في النص هتبقى اسهل ان انت تحسبها من كفولت يعني. ماشي، طب خلونا ناخد بريك كده 15 دقايق ونكمل.